والله جوان قاس حان أورك إنه هي جوان آدي آدو في عن أو ضدك أرضي هذا حبرنا سدير قلنا والدين تنسيه كل كابية مركا وواحد لغيره بيتدرد واحد برشة إن أي سميسو أي كمون تاع إن الأمانه وحان الله وبلاو في عن حرجينا واحد بدن أو هيستو أرضي كمية أرضي سوماليت بايون كهيستو إن أي واحد خبر دونان والله أنا سامي بقول لا وحان كمية هاي أرضي مقالة مقدسوك دمي وحان السنة كي لو كن يلحق تبان كي سكول كدمي وقتی گفتن جهاد مرکز جلای شهاد دولت مرکز فلسطین حجینی نین شهادی دکل هیاده حقوق جلای مرکز حقوق جلای مرکز هدی ایله هدی نو آنی بشهاد و اگه مکان تهیه دنن ای تایوان خوب رحسن تایوان سودوینه مرکز وعه هد واجبی وینه شهادی دونتو رمتی ارمی وزیر که حال کسیه نه سید فرهاد لهد او داد که برشد او قنعیه ایان آد سودوینی نه وزیر که فرح عبدالقادر وزیر که سومالیت وحبارشده معرکتی دل كان وزير بدن الصوم مري وحبرشة بدن مركا وحن سلين هاي سوى نكسن أيو سمي وحبرشة دي دكتور سر علمي لعاقة لعاقة قاضي جريو ولدي جري شهادة إيه سمي إيه بوسي الحمد لله وانين موادنا وانين دتك سوماليات كل حياة وانين حفيز كادي لرب اللوجي ماذا اللي هيلي كرو هذا هو ما علينا فارح عبد القادر وزير كوه برشة ذا وهان أرجني أنا قاعد أعرف تي ذا واحد دكتان إسكولكا حمرتتم والله بواد الدولة دي هراء وزير دي هراء إيش صارن أو وح برشة ذا الله قتل الجلي الماء إني أخرستان هذا بنانا ذا الموجة دي جرواجي هراء وأودي وين إنا قدرنا هل كي حب أفر دور لنا ليه ما أنت إلهي وهو قدره إن أنا بوقتي اللي بيعينها إن أنا واحد برشدي معلمتي سكول كالمهل إن الأقربيين هذا المهي هو وطن أركي هذا أنا أقول فرحان هاي ما مرها واحد برشدا أقول سر وزيرك إيو أجلس ميالك وده إيو معلمين تا سكول هذا هايو ما مرك ما مرك هارك سر إيو كل لما أنا بعد أنا ما علينا سيد ونكسر واحد برشدا أقول تيجينا يعني واحد برشدا وهاي وآدي آدي ما أرتي ما لش بركيد وهاي وأقول الآن وأفتين الآن وفق هذا ما أقول لهن وأمي أمي هو مركا وزير كان واسود وينينا شرفوا لي هاي ما أدري ذا إسكال الله العاجن على قاعد يصير ما نأوونا ما نشقينا وعمنا ما يصيرنا ده فقرة لي هاي فقرة لي هاي سيسير عبيل كده كوكنا إسكول كوا برسا ده أنا لعقت زايد نقول مركا لعقت دول جهار أي نقدر نفتي زايد وهو ما علينا تنا هذا وحقوسه كرني وح برسا دي ay dawladdu ugu talagashay buugaagta ilmaha inay wax ku bartaan ee ku akhristaan akhrintooda marka aniga aad aan u farxay runtii ilmahaygu buugaag oo darsina wato oo ma aragtay aan awoodi waayo inaan gado ayaan ku arkay arurtiida wadata waxa la leeyahay macallimiinta iskuulkaana soo siiyeen marka faarax abdul qadir si lama jibaar dawladdana waxaan ku codsanaynaa abdigaba xoogay saartaa abdigaba xoogay saartaa waxbarashada in xoogaha saartaan leenahay رمانتی گوان که گرته وزارت مکان آنی شخصیان آنکارلو آگوان رونتی آدی آدی اون اکسن سلام مرکز دهید آنها سو اکسن لوب سو فکری سو تو حالگی اب این اجران فمیلگار علم و دروف سید دروف اسم سو برای سلام مرکز دهید اسن اودین لحظ شهادت این مکانه بحیان مادام سید دروف سو فکریان حالگی او حیا بگار اینو معلومات که کو بحیان این اول کی شهادت او هلا این کو بحیان مرکز رمانتی Nikso aran aniga nasib aan u hel in mutaqaanaay ardayda iga dambeys ay mutaqaanaay arintaas ay faa'iido ka maasha Allah aad iyo aad soo doonaa runaanta wax xusta waxa lay qaatay lacag gaaray $20,000 waxaan sugay muddo week ah week diba mutaqaanaay shaadada qaatay marka wasiirka markuu hadlay hadalkii soo maqlay waxa uu dhahay mutaqaanaay لعقت لوات شن دولار وحاجة في العقبة وزارة المالية دون وقاعدة جبتها وشن دولار مركا أنا ما شاء الله شن دولار كوب إحنا أيجا أرض ذا كلاته سنة بسيط كان دبو الحين دي بين العقشن دولار بس هذا نسوده بيننا إن شاء الله أرين كاسن أرين في عن واي أرين مهم واي وحالنا هاي وان ما هسي هاي وزير كنا وحالنا هاي أرين آد في عن واي هدي شهادة دي لقدي وحبرشل فري لقدي سيف شهادة لقدي إنه وحبرشل ما أنت آدي آدي عم وصل لبين العريكاس وأنا أقول فرح سنة دانا من الشعب حصل هذا الدقمة دادي ضدك وحبرتين إذا ضم وحبر أمور آدي وصل لبين عيان وين أبهين عريكاس نوح عرجين يا إن شاء الله تعالى إن عريكاس وهرجل الدونه
waxaan leenahay aad aan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waxbarashada muhiim ee noo tahay qofkan waxbaranaya qofka kale muhiim u yahay maanta in maanta ee shahaadadii ee naqato free aniga waxaan u arkaa horta arrin fiican in qaar cabduqaadir nin oo waxbarashana uu ahaa markii hore fahansan ardayda soomaaliyeed dhibaatada ay ku qabeen xagga dhaqaalaha oo ah dadka dareemi kartaa inuu xoogaa jeebkooda isu yiraa soomaalida marka waxaan dareemi karaa arrin aad iyo aad u wanaagsan in ardayda maanta aan lacag laga qaadayn shahaadadana ay free kusoo qaadanayaan oo aan wax lacag iska bixin maadaama ardaydii awal ay qarash ku bixi jireen iskuulkii wax walba ugu bixi jireen waalidiinta aysan lacag haysan maanta laakiin markay iskuulkaay dhammeeyaan shahaadadii lacag lan kusoo qaadan arrin wanaagsan waana soo dhaweynaa walaalkii wallaahi way ka nasiib badan yihiin maxaa yeelay arday maanta shahaadadiisa lacag lan kusoo qaadanayo iyo arday shalay lacag ku qaadanayo waa laba far oo isku dhaweyn ooon islahayn marka ardayda maanta nasiib waxay ku leeyihiin faarax shahaar shaadqaadir oo ah nin waxbarasho fahansanna ardayda soomaaliyeed dhibaatooyinka ay la soo gudboonaadeen in maanta ay nasiib yeesheen uu siiro noqdo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed